في هذه اللحظات الحفلة الكريمة تمت انطلاقة الشوط التاسع عشر في المجموعة، هذا الشوط الثاني لفئة البكار من مسافة 1200 متر اللي في أول المراكز. هذه اللحظات هذه الظبي لسيد علي أبي العتيق المري مع الظبي في هذه اللحظات الحفلة الكريم في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز من الجانب الأيمن اللي في ثاني المراكز هذه الشاهينية لسيد علي بن متعب الفيدان في ثاني المراكز، الثالثة المراكز هذه الشاهينية لسيد صالح المري، ولكن هذه الظبي الحفلة الكريم لسيد علي بن عتيق المري في أول المراكز، ثاني المراكز الحفلة الكريم هذه الشاهينية لسيد علي بن متعب الفيدان في هذه اللحظات تحاول تسلل انتزاع المركز الأول، ولكن الظبي حتى هذه اللحظات لسيد علي بن عتيق المري من الجانب الأيمن سللت في هذه اللحظات، هذه الشاهينية لسيد علي بن متعب الفيدان في أول المراكز، هذه الشاهينية الحفلة الكريم لسيد علي بن متعب الفيدان في اول المراكز، ثاني المراكز هذه الشاهين هذه الظبي لسيد علي بن عتيق المري، ولكن هذه الشاهين انتزعت المركز الاول وسيطرت. نقول تهانينا والناموس للسيد علي بن متعب الفيدان على فوز الشاهينيه بالمركز الاول، تهانينا والناموس. اما اللي في ثاني المراكز وصلت الظبي للسيد علي بن عتيق المري، وفي ثالث المراكز وصلت ركود للسيد محمد بن كردي بن طالب المنخس. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقه 38 ثانيه 93 جزء من الثانيه، تهانينا والناموس للاخوه الفائزين.